وعشرون يوما فتتكسر. فبنطلع ماده اسمها ايه؟ هيموجلوبين. الهيموجلوبين بيرجع يتكسر لحاجتين، هيم وجلوبين. الجلوبين بيتفكك الى امينو اسيد ومنها الى الليفر يعاد تكوينها، اللي هي عمليه اسمها ايه؟ ريسايكل، يعني ريسايكل اعاده تكوين. بقالك مين؟ لا الناس اللي نايمه. بقالك مين؟ الهيم. الهيم ده بيبقى اسمه ايرن بروتو بورفورين. ايرن ايه يا مات؟ بروتو بورفورين. فك الايرن وديه على الليفر يتخزن. بقالك مين؟ البروتو بورفورين. البروتو بورفورين بيتحول لماده اسمها بايليفردين. اسمها يا ولاد ها؟ بايليفردين. البايليفردين بتروح برضو على الليفر. تتحول في الليفر لماده اسمها بايليروبين. اسمها يا ولاد ها؟ دي لونها اصفر. طيب بعد كده البايليروبين عندها احتمالين. هتروح على الانتستين، يعني انتستين الامعاء، وهتتحول في الانتستين الى ماده اسمها ستيركو بايلينوجين. مش دي الحاجه دلوقتي؟ ستيركو ايه يا ولاد؟ ستيركو بايلينوجين. الستيركو بايلينوجين دي ماده لونها بني، لونها ايه؟ هتنزل مع البراز الستول تخلي اللون بتاعه لونه ايه؟ بني. يبقى لونها ايه؟ بني. وجزء من البايلروبين هيروح على مين؟ على الكدني، على الكلي، بس هيتحول الى ماده اسمها يورو بايلينوجين. يورو يا ولاد دي لونها اصفر. لونها ايه؟ اصفر. دي تنزل في اليورين في البول، تدي البول اللون الاصفر بتاعه. تاني بقى الترتيب بتاعنا اهو. الانسان النورمال انا وحضراتكم بعد 120 يوما تتكسر خلايا الدم الحمراء في الطحال والكبد والليمفنود والبون مارو، اربع حاجات اسمهم ريتيكلو اندوثيليوم سيستم. هيتفكك الهيموجلوبين لمادتين، ماده اسمها ايه؟ جلوبولين، وماده اسمها هيم. حد عنده مشكله كده؟ الجلوبولين هيروح للليفر، اظن الرسمه واضحه يعني، هيتحول الى امينو اسيد، احماض امينيه. خلاص؟ حد عنده مشكله للخطوه دي؟ بالك مين؟ الهيم. الهيم هيتفكك لماده اسمها ايه؟ ايرن بروتو بورفورين. هاخد الحديد واوديه للكبد يتخزن. بعد ما وديت الحديد للكبد يتخزن بيقول لي ماده اسمها ايه؟ بروتو بورفورين. يتم تحولها لماده اسمها ايه؟ بايليفردين. مش عايز تحفظ اسمها عادي. تتحول لماده اسمها ايه؟ بايليروبين. البايليروبين لونها ايه؟ اصفر. ترتيب مواد ورا بعض ان شاء الله. البايليروبين لونه اصفر، يروح على الكبد. هيتحول لايه؟ يا اما يمشي في الانتستين الامعاء، ما هو الكبد متصل بالانتستين. رايح جاي على فكره. يعني الكبد والامعاء رايح جاي. يعني ممكن اخد من الامعاء للكبد وممكن اخد من الكبد الى الامعاء. هنعرفها ان شاء الله في الاناتومي في الترم الثاني باين عندكم. طيب هيتحول البايليروبين في الامعاء لماده تدعى ستيركو بايلينوجين. اسمها ايه؟ ستيركو. حتى افتكر ستيركو من ستول. لونها ايه دي؟ بني، تنزل في الستول خلاص. طب وفي جزء من البايليروبين هيتحول لماده ثانيه اسمها ايه؟ يورو بايلينوجين. اسمها يا ولاد؟ يورو بايلينوجين. ها مين يرفع ايده يقول اليورو بايلينوجين؟ تفكرك بايه؟ باليورين. هتروح فين؟ كدني. على البول في الكدني، تدي البول لون ايه؟ الاصفر. حلو. ده انسان نورمال ولا ابنورمال؟ نورمال. تعالى بقى واحد كل يوم خلايا الدم بتتكسر بكميات مهوله. اول حاجه عنده كميه البايلروبين اللي في الجسم هتزيد ولا تقل؟ تبدا تترسب في الجلد. يبقى الجلد لونه ايه؟ اصفر. وتترسب في العين. بياض العين ده بلونه اصفر. اسمها ايه يا جماعه لما واحد بياض عينه بلونه اصفر؟ صفرة او اسمها جوندس. جوندس دي هتلاقيها هناك واحنا في الانيميا بقى. جوندس يعني ايه؟ رقم خمسه صفرة لونه اصفر. فين؟ بياض العين. اشمعنى بياض العين؟ ما هو بياض العين لونه ابيض، لما يترسب فيه حاجه صفرة توضح قوي، يبقى احسن حته بتشوف فيها الصفرة بياض العين. طيب ميوكس ممبرين، يعني عارفين يعني ميوكس ممبرين؟ طبعا يعني ميوكس ممبرين ما هو يا جلد او اللي هو المبطن للبق او للعين اسمه ميوكس ممبرين. طيب
كمية الستيركو بايلينوجين اللي بتنزل في الاسطول زي النورمال ولا اكتر؟ اكتر. يبقى الاسطول هيبقى لونه بني ولا بني غامق؟ بني. دار ستيركو بايلينوجين دار ستول، دارك يعني اقرب للون الاسود. طب اللي بتنزل في اليورين اليورو بايلينوجين كميتها هتبقى نورمال ولا كمية كبيرة؟ هو لما ينزل لون اصفر بكميات كبيرة، لون الاصفر لما تحطه بكميات كبيرة وتركزه تحول لون ايه؟ الغامق، اللون البني شوية، يبقى تلاقيها دارك يورين. فهمتوا ليه بقى الواد الصغير ابوك كان جايبه بإزازة يورين واليورين بتاعه لونه ايه؟ دارك بني. يبقى انت هتربط ايه؟ هتربط تكسير الار بي سيز بال انيميا دي. فين تركيز تكسير الار بي سيز موجوده فين؟ صفحه 17 فين؟ عادي انت ممكن الرسمه دي كفايه، ممكن الرسمه دي كفايه. وبرده مش هتيجي سؤال، دي ما فيش سؤال. يعني تكسير كرات الدم الحمراء ما تقعدش تحرق وتهلك نفسك. خطوات مش اكتر. انا هقول لهم تاني للي يحب يتابع معايا، او في رسمه موجوده في المذكره هتلاقيها في صفحه 18 يا صفحه 16. الحد هقول بقى هنجيبها كلها على بعضها واحده. يبقى صفحه 16 او 18 ما قلتش في المذكرات انا. الرسمه لا الرسمه بتاعت التكسير ده فين؟ 31 و 32 الرسمه في التكسير اسف 32. ها الار بي سيز بعد كام ذاكره من الرسمه افضل؟ بعد كام يوم؟ 120 يوم تبدا تتكسر من ايه؟ ها هيم وجلوبلين. ها مين الشاطر يقول لي الهيم دوت مفكك منه ايه؟ ايرن وبروتوبورفرين. الايرن اتخزن في الليفر، البروتوبورفرين اتحول لماده اسمها ايه؟ بايلفردين. او عايز تحفظها احفظها مش عايز، المهم اتحول لماده اسمها ايه؟ بايلرومين. ايه البايلرومين ده؟ اصفر. ينزل في الاسطول اسمه ستيركو بايلينوجين، ينزل في اليورين اسمه يورو بايلينوجين. قول الالوان البايلروبين لونه اصفر، اليورو بايلينوجين لونه اصفر، الستيركو لونه بني. طيب نرجع بقى للانيميا بتاعتنا. اول خطوه البايلروبين هيترسب في العينين، يبقى يعني عنده جوندس. ينزل اليورو بايلينوجين في اليورين بكميه كبيره، يبقى اليورين لونه دارك. ينزل في الاسطول بكميه كبيره ستيركو بايلينوجين، يبقى لونه دارك اسطول. طب لما احب بقى الم التشخيص كامل، عايزك تشخص لي الثلاسيميا كامله. حد يقول لي ازاي اشخص الثلاسيميا كامله؟ واحد شخص الانيميا، شخصت الانيميا ازاي؟ نقص الار بي سيز كاونت او هيموجلوبين كونتنت. شاطر. شخص ان هي هيموليتك. اشخص هيموليتك ازاي؟ اول حاجه لو قست حجم الخليه وكميه الهيموجلوبين اللي فيه هيطلعوا ايه؟ نورمال. طب ما حجم الخليه نورمال والهيموجلوبين ككميه نورمال اسميها ايه يا جماعه؟ مايكروسيتك هايبركروميك نورمال. اسميها هاماكروسيتك هايبركروميك. لا نورموسيتك نورموكروميك بس عددهم قليل، يبقى هو عنده انيميا من النوع دوت. طيب بعديها تحلف ازاي ان هي هيموليتك؟ هايبر سبيرينيزم، هايبر بليزم، اب نورمال سايز اند اب نورمال شيب اند ريتيكلو سايت. طيب وكمان عينه هيبلون ايه؟ اصفر جوندس. البراز لونه دارك، اليورين لونه دارك. طب بعد ما شخصت ده كله ازاي بشخص الثلاسيميا نفسها؟ ادور على فيها اسمها ايه؟ تارجت سيل. الاقي هيموجلوبين نوعه هيموجلوبين اف، افصل الهيموجلوبين وادرسه الكترو فوريسيس. مور اند ليس، مور ميكانيكال فراجيلتي اند ليس اوزموتيك فراجيلتي. طب لو حبيت اشخص السيكل سيل انيميا حط الرصه دي كلها، وبعد ما تخلص هعمل اختبار اسمه ايه؟ سيكلينج تيست، صوديوم ميتا سلفيت. طب عايز اشخص الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، احط الرصه دي كلها، واول ما اوصل للخطوه الاخرانيه هكتب ايه؟ جي 6 بي دي انزيم السي، اقيس الانزيم ده واشوفه عالي ولا واطي. وصلت؟ فيها مشكله كده؟ طيب الحصه بكره ان شاء الله 11 او 1، النهارده الساعه 3 حصه بلاد من اول كلمه في الشابتر.